نعمل مع بعض كفتة من الرز البايت بطريقة سهلة جدا واقتصادية. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كفتة بالرز البايت بدون لحوم. أيوة بالرز البايت. لو عندك رز بايت ابيض او رزايه ورزايه او رز بالشعريه ما ترموهوش، هنستخدمه وهنعمل بيه احلى كفته. المقادير اللي معايا كوبايه رز، دوت رز بايت رزايه ورزايه، وبطاطسايه كبيره مسلوقه ومهروسه، يعني كوبايه الرز بتاخد بطاطسايه كبيره، وبيضايه، التوابل فلفل اسود وشطه وكمون ومكعب مرقه. مش هحط ملح هنا عشان الرز متملح، وكمان هستخدم مكعب المرقه. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هجيب طبق أو بولة، هنزل البضاية وهنزل عليها التوابل، شطة وكمون وفلفل أسود ومكعب المرقة. هخلطهم كويس. وهنزل بنص كمية البطاطس ونص كمية الرز وهعجنهم وهشوف اخلطهم مع بعض كده. عايزين تضيفوا جبنة مبشورة، جبنة تركي مبشورة او جبنة موتزاريلا براحتكم، بس انا هنا عاملاها كفتة اقتصادية جدا. اهو نزلت باقي كمية الرز وباقي كمية البطاطس. هعجنهم كويس جدا. هستخدم ايدي وهعجنهم. خلاص عجنت المكونات كويس جدا، شايفين الكفته بتاعتي بقت متماسكه. هصبعها، معايا طبق فيه ميه، هبل ايدي عشان ما تلزقش وهصبعها. وبعد ما اصبعها هعفرها بالدقيق، ده دقيق مش عليه اي بهارات ولا اي توابل، دقيق ابيض عادي. عايزين تكوروها، عايزين تعملوها زي الكوبيبة براحتكم. انا هصبعها كده بالمنظر ده وهعفرها بالدقيق كده. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، تحفة واقتصادية وبدون لحوم. بصبعها وبعدين بعفرها بالدقيق. بس كده اخلص الكمية اللي معايا بنفس الطريقة. خلاص طبعت الكفتة وعفرتها بالدقيق زي ما انتوا شايفين. عايزين تشمعوها في الفريزر لمدة نص ساعة قبل ما تقلوها براحتكم، او عايزين تخزنوها وكل ما تحتاجوا منها وتقلوها برضو براحتكم. انا هقليها على طول من غير ما اشمعها، هحط زيت غزير على النار، الزيت يسخن وبعدين هقليها. حطيت طاسة على النار وحطيت فيها زيت غزير، الزيت سخن، هنزل على طول بالكفتة. مش هقلبها كل شويه عشان ما تتكسرش، اول ما تاخد اللون الذهبي هطلعها على طول.
شايفين الكفتة متماسكة ومفكتش في الزيت ازاي؟ انا مش هقلبها الا لما تتشمع في الزيت. اول ما تتشمع هقلبها على الناحية التانية، اول ما تاخد اللون الذهبي بطلعها على طول. خلاص الكفتة اتشمعت، هقلبها على الناحية التانية. شايفين خدت لون؟ شايفين الجمال؟ انا هتقل عليها وبعدين هطلعها. حلو قوي اللون ده. هطلع الكفتة، خلاص كده كفاية. هخلص الكمية اللي معايا بنفس الطريقة وبعدين هوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي الكفتة بعد ما خلصت، بصوا شكلها جميل ويفتح النفس ازاي. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل كفتة الرز البايت، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.